خضعت صفرنبول لسيادة الأناضولية في نهاية القرن الثاني عشر بعهد الشاهي محي الدين مسعود بن كيليتش أرسلان الثاني، وهو أحد السلاطين السلاجقة، واشتهرت كمقر إقامة مهمة على طريق القوافل بين محافظة سينوب وإسطنبول اعتبارا من القرن السابع عشر، أي بعد تطور التجارة في المنطقة. بدأ الأثرياء من شعب تلك المنطقة يقدمون أجمل النماذج المعمارية المدنية التي ظلت شامخة حتى يومنا هذا. لقد مرت شعوب كثيرة على هذه المنطقة واحتضنت كما هائلا من الحضارات، غير أنه لم تبقى أي واحدة منها خالدة كبيوت صفرنبول العثمانية. هي بلدة تاريخية تعطيكم إحساسا وكأنكم في بلدة عثمانية خلال القرن الثامن عشر. ومنذ العام 1998 صنفت في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. يمكنكم أن تعيشوا بها محاسن الفصول الأربعة بشكل منفصل، وتتركون أنفسكم لأحضان التاريخ بهدوء تام، ويمكنكم العيش فيها منصتين إلى أنفاس الناس التي تخللت الجدران لمئات السنين. بيوت صفرنبول هي أيضا إنتاج فهم وإحساس لحقوق الجيران فضلا عن البيئة. 800 بيت منتشر في مساحة ضيقة، لا يخفي أي واحد منها رؤية الآخر ولا يمنع شمسه. بيوت صفرنبول إنتاج لفهم يعتبر الظل في حديقة الجار انتهاكا لحقوق العباد. البيوت التاريخية هي مباني ذات طابقين أو ثلاثة، لها مدخلين وثماني غرف وفناء واسع. بالإضافة إلى جمال مظهرها الخارجي، تمتاز أيضا بجمالها الداخلي، بالإضافة لكونها عملية جدا. وكذلك في كل غرفة حمام مخبأ في الجدار يلفت الأنظار بالنقوش الخشبية على الجدران والسقف. كل غرفة متكاملة بحمام مخبأ في الجدار وخزانة ملابس ورفوف، وقد تم تصميمه خصيصا لسكن العائلات، حيث إن غرفة الجلوس وغرفة الأطفال وغرفة الضيوف مستعدة لاحتضانكم، وقد تم إعدادها لأجل عيش كل أفراد الأسرة فيها بكل راحة وطمأنينة. يمكن مشاهدة التناسق الخلاب للنقوش على الخشب وعلى الحجر في هذه المباني الرائعة.